الله الرحيم والصلاة والسلام على رحمة العالمين. الاسم الكبير والخسارات الفادحة لتارك صلاة الصبح في جماعة. المعلومات التي سأقولها الآن لا يعلمها القسم الأعظم من الناس، لكن قبل أن أتكلم مقدمة هامة جدا يجب أن تقال. تلاحى رجلان مسلم وكتابي من اليهود، فقال له المسلم: سننتصر عليكم آخر الزمان ونقهركم حتى ينطق الحجر ويقول: يا مسلم تعالى، إن وراء يهودي، تعالى فاقتله. شوف اليهودي قال له إيه؟ قال له: نعم، وذلك مكتوب في كتبنا، ولكن لستم أنتم الذين ستفعلون ذلك. قال له: من أنهم؟ من قال له: المسلمون الذين سيزدحمون في المساجد في صلاة الفجر كما تزدحمون أنتم الآن في صلاة الجمعة. ذلك جدمير قادت عندما يزدحم الناس أو المسلمون في المساجد في صلاة الصبح في صلاة الفجر كما تزدحمون الآن في صلاة الجمعة، ستكون نهاية إسرائيل. وهذا صحيح، دي علامة قوة الإيمان وكده. فلذلك اللي بيصلي الصبح في جماعة بعيد عن رب العالمين، في قلبه نفاق، ويخسر خسارة فادحة جدا جدا في الدنيا قبل الآخرة. هنقول الخسارات، بعض الخسارات الفادحة التي: أول حاجة، عدم قبول الصلاة، سواء كان بمفهوم الجمهور أو مفهوم ابن القيم وابن تيمية وغيره. العلماء مجمعون على تقسيم تارك صلاة الصبح في جماعة تقسيما كبيرا، قالوا عليه الإثم كبير والخسارة الفادحة، لكنهم مختلفون في ماهية قبول الصلاة أو صحة الصلاة. جمهور العلماء استدلنا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة المسلم أو المؤمن في المسجد خير من صلاته في سوقه أو عمله ب27 درجة، في رواية أخرى ب25 درجة. ابن القيم وابن تيمية وغيرهم من العلماء قالوا: لا تصح الصلاة خارج المسجد بدون عذر، وتقع باطلة ولا تبرأ ذمته بها وعليه الإعادة، كأنه لم يصلي. ده كلام ابن القيم وابن تيمية وغيرهم، استدلالا بحديث كثيرة سنقولها الآن لا أعلم أقصر الناس. حديث في صحيح أبي داود: من سمع النداء فلم يلبه من غير عذر لم تقبل منه الصلاة التي صلاها، لم تقبل منه صلاة. قال: وصلى الله من عذر؟ قال: خوف أو مرض. ومش أي خوف، مش أي مرض، خوف شديد، وحش كاسر، قاطع طريق، هذه الأعذار الشرعية، مرض وأعضاء يقعدك عن الحركة، شلل. وكانت هذه الأعذار لا تمنع الصحابة رضي عنهم. كان يؤتى بالرجل منا يحمل بين الرجلين يتهادى، تخط رجله في الأرض حتى يقام في الصف. واحد مشلول يشال شيل رجله، تخط في الأرض حتى يقام في الصف وهو مشلول. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجز لعبد الله بن أم مكتوم، قال رجل أعمى وكان بعيدا عن يسكن بعيدا عن المسجد ربما بأربعة خمسة كيلو، قال رسول الله: أنا شاسع الدار، والحديث في صحيح مسلم، وعمي بصري، ومعي غلام لا يلائمني، أو تجد لي رخصة فيصلي في بيتي؟ قال: لا، لا أجد لك رخصة. وفي رواية أخرى: أو تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فلبي النداء. لذلك جاء في صحيح البخاري حديث خطير جدا، حديث وليس حديث: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم هممت أن أستخلف واحدا يصلي بالناس، ثم آمر بحطب فيحطب، ثم أخالف إلى أقوام فأحرق عليهم بيوتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يترك صلاة الجماعة ويستخلف واحدا يصلي بالناس، ويذهب معه شعلة من النار فيحرق بيوت هؤلاء الناس، يضبطهم متلبسين ويحرق البيوت فوق رؤوسهم. في حديث آخر في البخاري: لولا ما في البيوت من النساء والزراري لخالفت إلى أقوام فحرقت عليهم بيوتهم. التي منع الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك النساء والأطفال الذين ليس لهم ذنب. حديث آخر صححه الألباني: من سمع النداء لصلاة العشاء فلم يلبه من غير عذر لم تقبل منه الصلاة التي صلاها، لم تقبل منه الصلاة. ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك الصحابة رضي الله عنهم، كان الواحد منهم إذا فاتته صلاة جماعة بغير عذر، بعذر آسف، عذر قهري، كان يجلس في بيته يبكي، يسمع له نحيبا، ويفتح بيته ثلاثة أيام تعوده الناس لتعزيه من عظم المصيبة التي وقعت عليه. ثلاثة أيام يفتح بيته واحد عليه، كأنه مات له ميت بسبب انه فاتته صلاة واحدة بعذر من غير عذر. لكن لو فاتته صلاتين، كان عبد الله بن مسعود كان يقول: كنا نعد المتخلف عن صلاتين من صلاة الجماعة منافقا بين النفاق. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، يعني لو كان مريض يحبي كالطفل الرضيع حتى يصل إلى المسجد. وأدخل الصلاتين على منافق العتمة والصبح، طبعا مقصود بها في المسجد، مش مقصود بها في بيته. إن المنافقين يخادعون الله إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، قاموا إلى الصلاة في المسجد، مش معنى يوم يصلي في بيته، هو أنت في بيته هتشوفه. فإذا أنت بتتساقط عن صلاة الصبح في جماعة، أنت قلبك فيه نفاق حتى تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. دي الخسارة الأولى، عدم قبول الصلاة أو عدم صحة الصلاة، سواء بمفهوم الجمهور أو مفهوم ابن القيم وابن تيمية غير من العلماء. الخسارة الثانية، خسارة فادحة، تخسر النور العظيم الذي تعطاه وأنت على الصراط.
يضرب الصراط على متن جهنم وهو أدق من شعرته وأحد من السيف، فسيمشي عليه وأنت عاري حافي القدمين وحواليك كلاليب فظيعة تطير منها، يطير من جهنم شرر كالقصر كأنه جمالة صفر، يخمش الناس ويلشعهم، والناس على الصراط على أساس أصناف، ناج مرسل أو مار مخدوش أو هاون في نار جهنم. ناج مرسل لواحد من الواسبع صلاة الصبح كل يوم فيؤتى نورا عظيما فيمر كالبرق أو قلع من بصر. واحد تاني يضيع صلاة الصبح في جماعة فيمشي بسرعة أقل فيخمش ويلسع في الوجه والكتفين ويصل متأخرا إلى الجنة إذا إن وصل، أو يقع في جهنم ويعوذ بالله. ده في الصنف الثالث، إنه ضيع صلاة الصبح في جماعة وضيع النور العظيم والجزاء من جنس العمل. تروح لصلاة الصبح في جماعة، صلي الصبح في جماعة، حد ربنا هيديك نور عظيم، لأنك بتمشي في الضلمة تروح لرب العالمين ربنا سبحانه وتعالى في الضلمة، وربنا نور، ربنا يديك نور والجزاء من جنس العمل. ما تمشيش في الضلمة تروح لربنا سبحانه وتعالى بيته، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يتحرم من النور العظيم اللي هو نور صلاة الفجر والعشاء، بس الفجر أهم طبعا. لذلك سيدة عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أتذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال إلا في ثلاثة مواقف، عند تطاير الكتب وعند الميزان وعند الصراط. أصعب ثلاث مواقف الأنبياء ينسون كل شيء إلا أنفسهم فقط من شدة صعوبة الصراط. تخيل بقى لما تمشي تحت جهنم، جهنم تحتك وحواليك قلاليب، الواحد عامل زي القصر العظيم بتخبط الناس وتطيرهم فوق الصراط، هتعمل ايه وانت معكش نور ولا ضعيف؟ خساره فادحه جدا. الخساره الثالثه تخسر اجر حجه تامه، من توضا فاحسن الخروج وضوء ثم خرج من بيتي لا يخرج الا الصلاه كان لك كاجر الحاج المحرم، بدايه من النفقه لا تدفع ثمن الحج مرورا بكل المناسك، كل ذلك يكون في ميزانك يوم القيامه، ضيعته بضياع تضيع صلاه الفجر. حجه تامه، اجر حجه تامه. الخساره الرابعه تخسر قيام ليله كامله. لذلك عمر بن الخطاب كان يقول لن اصلي الصبح في جماعه احب الي من ان اقيم ليله كامله. والليل بيبدا من بعد المغرب، يعني لو صليت 10 ساعات على رجليك من بعد المغرب لغايه الصبح لم تبلغ العشر دقائق بتوع صلاه الفجر في جماعه في الثواب يوم القيامه في الميزان. خساره فادحه. الخساره بعد كده تخسر الفردوس الاعلى، تكون في الدرجات الادنى في الجنه، ده لو دخلت الجنه اللهم اجعلنا من الجنه. جاء في الحديث صححه الالباني ينادي الله يوم القيامه يقول اين جيراني؟ فتقول ملائكته يا رب ومن ينبغي له ان يجاورك؟ فيقول اين عمار المساجد؟ والذي يضيع صلاه الصبح في جماعه في المسجد لا يعتد به من عمار المساجد. فالجزاء من جنس العمل، تروح لربنا بيته في الخمس صلوات يرفعك يخليك جنب عرشه، لان الفردوس الاعلى اعلى درجات الجنه ليس فوقها الا عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فاذا ضيعت منك جيره الله، الجزاء من جنس العمل. بيت ربنا سبحانه وتعالى هو العرش، هو ربنا سبحانه وتعالى مستوي على العرش. ف لما تروح له بيته في الدنيا انت زاهد في بيته في الدنيا، يوم يبعدك عن بيته في الاخر يبعدك عن عرشه يخليك في الدرجات الادنى، لازم الجزاء يكون من جنس العمل. الخساره بعد كده تخسر رؤيه رب العالمين كثيرا في الجنه، لا تراه الا مرات قليله، ودي خساره فادحه جدا جدا. شوف ربنا بيقول ايه، الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ان في الجنه لشجره وقالوا لها طوبى يخرج منها حلل صفراء وبيضاء ويخرج منها خيول ذهبيه مسرجه بالدر والياقوت لا تبول ولا تقول خطوها مد البصر لا اجنحه يطير بها اهل الجنه حيث يشاؤون. فيقول اهل الدرجات الادنى في الروايه الاخرى من اسفل منهم درجه، يا رب اعطيت اخواننا ما لم تعطينا. فيقول رب العالمين انهم كانوا يصلون بالليل وكنتم تنامون، انهم كانوا يصومون وكنتم تفطرون، انهم كانوا يتصدقون وكنتم تبخلون، انهم كانوا يقاتلون وكنتم تجبنون. دول الناس، ده حال الناس اللي ملاش ورد في الثلث الاخير من الليل، وحال الناس اللي ملاش ورد من الصيام، ما بيصومش اثنين، ما بيصومش خميس، ما بيصومش الثلاثة البيض، نزل في درجات الجنة وحرم من الخيول الذهبية وحرم من حاجات كتيرة جدا. طيب ما بالك بقى اللي بيضيع صلاة الفجر في الجماعة، أيهما أكثر وجوبا وأيهما أشد إثما؟ السنة المؤكدة زي صلاة في الثلث الاخير من الليل والصيام، صوم الاثنين والخميس، ولا صلاة الجماعة في المسجد صلاة الصبح أيهما أوجب؟ يبقى شوف بقى ربنا بيعيرهم في الجنة، يبقى ضيعت منك خيول ذهبية، ضيعت منك شجر الطوبة والحلل، خيول بتطير بسرعة أكثر من سرعة البرق أشبه بالبراق الذي عرج به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى وأعظم كثير من الريح التي كانت تحمل سليمان إلى بيت المقدس. خسارة فادحة جدا جدا، ستبكي عليها دما يوم القيامة وتحرم وتبقى في الدرجات الأدنى، تخسر مناح ومطايا الخيول الذهبية وغيره، تخسر رؤية رب العالمين كثيرا في الجنة ولا ترى إلا مرات قليلة. شوف هذا الحديث خطير جدا، إن أدنى أهل الجنة منزلة لا يرى نساءه وقصوره وخدمه مسيرة ألف عام، وإن أعلاه منزلة لا يرى ربه غدوة وعشية.
يبقى الناس اللي في المنزله العاليه. لذلك العلماء مجمعون على ان المؤمنين سيتباينون تبايلا شديدا جدا في رؤيه رب العالمين في الجنه، منهم من سيراه مرتين في اليوم، منهم من سيراه مره او اثنين في الاسبوع فقط. خسرت اكبر خساره في الجنه التمتع برؤيه رب العالمين كثيرا في الجنه، ولا تراه الا مرات قليله. شوف رب الله سبحانه في الحديث ده، والحديث ده يصل الى الحسن. يبقى اقل الناس في الدرجات الادنى بيشوف القصور وخدمه بس، ما جابش زي رؤيه ربنا معاه الرسول ما جابش، لكن جاء في الدرجات الادنى العاليه قال رب يشوف ربنا مرتين وما جابش سيره القصور والخدم، لان ما فيش مقارنه بين رؤيه القصور والنساء وبين رؤيه رب العالمين في الجنه. ان ادنى اهل الجنه منزله يرى نساء وقصوره وخدم مسيره 1000 عام، وان اعلاه منزله ليرى ربه غدوه وعشيه. طب ايه عليكم ايه الفرق بين رؤيه النسور والقساء ورؤيه رب العالمين في الجنه؟ طبعا شتان بحرمت في الجنه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في سوره يونس: الذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. العلماء قالوا الحسنى هي الجنة، والزيادة هي رؤية رب العالمين اللي هي أعلى وأفضل في الجنة. لذلك أشرف وأعلى مقامات في الجنة هي تمتع برؤية رب العالمين. لذلك لو أن امرأة من أهل الجنة نزلت إلى الأرض لطمس نورها نور الشمس كما تطمس الشمس نور النجوم. لكن جمال جمال امرأة من أهل الجنة لو نزلت في الأرض تغطي الشمس، الشمس ما تبانش جنبها زي ما الشمس بتطمس النجوم بالليل. يعني النجوم بتبقى موجودة بالنهار بس بتشوفها، لو واحدة من حور العين نزلت الأرض ما تشوفش الشمس. فما بقى جمال رب العالمين بقى عامل ازاي؟ لذلك ربنا قال زياده يعني اعلى وافضل من الجنه، وضعت منك افضل شيء في الجنه. الخساره بعد كده تخسر ذمه الله، يبقى توقع اي مصيبه، حادث قطار، حادث سياره. من صلى الصبح في جماعه فهو في ذمه الله، اي في كان في الله ومعيه الله. لذلك قال العلماء: الذي ضيع صلاه الصبح في جماعه دون عذر يبقى ليس في ذمه الله وليس في معيه الله. لذلك كثر موته فجاه والحوادث والبلايا والمصائب بسبب تخاذل الناس على صلاه الصبح. توقع اي مصيبه في اليوم ده لو انت صليت الصبح. الخساره بعد كده تخسر الامن والطمانينه والصحه النفسيه. لذلك العيادات النفسيه ممتلئه بالممرضى الاكتئاب وليه وكثره حتى معدلات الانتحار. لازم لو عارف ان لازم يصلي في الصبح في جماعه مش ممكن، لان ثبت علميا ان صلاه الصبح في جماعه بتحسن الدوره الكيماويه في المخ والهرمونات والهرمونات، الانسان ما يبقاش بالامراض النفسيه والامراض الاكتئاب، وطبعا خد عندك الضغط والامراض دي. دي بعض الخسارات الفادحه التي يخسرها تارك صلاه الصبح في جماعه. فهتبكي يوم ستبكي دما يوم القيامه، واقسم بالله قسما وحسب يوم القيامه وانت على الصراط عندما ترى نور، يعني ليس معك نور، وستندم وانت واقف في ارض المحشر، هيكون فات الاوان. هكتب لكم الكلام ده كله تحت الفيديو سخون شروف، فلينتقي الله سبحانه وتعالى. الانسان اللي بيضيع صلاته في الجماعه يتقي الله قبل فوات الاوان. هكتب لكم الكلام ده كله تحت فيديو سخون شروف. نشهد هذا العلم في صوم عظيم، ونعلم علما في الاجر ما عمل به يوم القيامه. لا انقذ من الجيش، ما تنسوش تعمل الجرس في الشق القناه ساقط بالوليد ساعدوني على الشخص. اقول قولي هذا، استغفر الله.